معالي السادة الوزراء، معالي السادة السفراء، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني أن أرحب بكم جميعاً في أسبوع القاهرة السابع للمياه الذي يحمل شعار المياه والمناخ، بناء مجتمعات قادرة على الصمود. وإنه لمن دواعي سروري أن أكون معكم في هذا الحدث المهم الذي يتزامن مع أسبوع المياه الأفريقي التاسع، تحت رعاية كريمة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. السيدات والسادة، إن الحصول على المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو ما يدفعنا إلى ضرورة تبني استراتيجيات تعتمد على زيادة الاستثمار وبناء القدرات وتشجيع الابتكار والعمل القائم على الأدلة وتعزيز التنسيق والتعاون بين جميع القطاعات وأصحاب المصلحة، واعتماد نهج أكثر تكاملاً وشمولية لإدارة المياه بما في ذلك السياق العابر للحدود. وغني عن البيان أن ارتباط المياه وتغير المناخ هو ارتباط وثيق، حيث يؤثر تغير المناخ على المياه بطرق متشعبة ومركبة، سواء ما يتعلق بالتأثير على أنماط هطول الأمطار غير المتوقعة أو ارتفاع مستوى سطح البحر، كما يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم شح المياه والمخاطر المتوقعة والمخاطر المتعلقة بالظواهر الجوية المتطرفة مثل الفيضانات والجفاف، ويجعلها أكثر تواترا وشدة، فضلا عما يؤدي إليه ارتفاع درجات الحرارة من تعطيل أنماط هطول الأمطار ودورة المياه. وتؤدي كل تلك الآثار إلى العديد من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية على مجتمعاتنا، حيث واجه ما يقدر بنحو 391 مليون شخص في عام 2019 انعدام الأمن الغذائي المعتدل إلى الشديد، وازداد هذا الرقم بصورة مثيرة للقلق ليصل إلى 2.4 مليار شخص في عام 2022 طبقا لتقارير الأمم المتحدة.